بسم الله الرحمن الرحيم. نسيتم سيدتي الوزيرة أو تنسيتم وضعية المرأة وواقعها بتونس وخاصة بالأرياف وبالمناطق الداخلية، ولعلي أتخذ من ولاية طوزر مثالا، راجيا أن أجد عندكم إجابات ملموسة لا خطابا شعبويا منمقا يكون بداية لحملاتكم الانتخابية. تمت مراسلة الوزارة منذ أكثر من 5 أشهر من جمعية النهوض بنساء الجريد من أجل إعانتهم في بعث دورة تكوينية للنساء فاقدات السند لتمكينهم من بعث مشاريع صغرى، وكان موقف الإدارة الصمت وعدم الرد. تمت مراسلة الوزارة من جمعية أمل للعائلة والطفل بتوزر، وهي جمعية لأمهات العازبات، وكالعادة لا جواب في ظل غياب تام لكل تفاعل وكل اهتمام جدي بالجمعية. تمت مراسلة الوزارة من طرف جمعية المرأة الحرة فرع توزر من أجل المساهمة في مساعدتها على بعث مشاريع الحرفيات، وكالعادة لا جواب. تم الاتصال بالوزارة من طرف جمعية حقوق الطفل بتوزر لطلب إعانات ظرفية لحالات استعجالية للأطفال فاقد السند لا تتجاوز في مجملها 15,000 دينار، وكالعادة الوزارة لا جواب. جمعية الأحبة الأطفال فاقد السند بتوزر، وكالعادة أبواب الوزارة موصدة ولا جواب. وهذه أمثلة أذكرها على سبيل الذكر للحصر، فلأن وزارتكم صماء بكماء أمام الأطفال والنساء فاقد السند، وهل يقتصر دورها على تجوال السيدة الوزيرة بين المشرق والمغرب وأخذ الصور التذكارية في المعارض، أم على كل هؤلاء أن يشربوا من البحر؟ سيدتي الكريمة، المرأة الريفية والطفولة فاقدة السند بالجريد ظلم وجهل وضياع حقوق، وقد حان الوقت لمساءلتك حول حقوقهم بعد أن غلقت أبواب الوزارة أمام مشاكلهم. ألا تعلمين أن المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية بالجريد تتفاقم يوما بعد يوم؟ لعلي أذكر النقص في الرعاية الصحية ونقص التجهيزات خاصة بمناطق شاكم ودغومس من معتمدية الدقيش، وبعض المناطق من معتمدية تمغزة وحزوة، بل حتى نفطة ومركز ولاية توزر كلها تعاني النقص في تنظيم حصص التوعوية والنقص في الإطار الطبي اللازم، لا سيما القابلات والمرشدات وأعوان المخابر. أخيرا، لماذا تلتزم وزارتكم الصمت وفيما يتعلق بوفاة السيدة محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي، فيما يتعلق وبمسير رضيعين يمنى شهرين وحليمة عام ونصف، على خلفية حديث دوار هيشر، خاصة بعد تقرير منظمة حرية وإنصاف والذي فند رواية وزارة الداخلية حسب الشهود فيما ذكر من تبادل لإطلاق النار؟ لن أنتظر جوابا سيدتي الوزيرة، فقد تعودنا الصمت من وزارتكم، ونأسف إن كنا نهدر وقتك لعل سفرة جديدة في انتظاركم، وشكراً.